الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة والأخوات، نتمنى هذا الشهر ديال ذكرى المولود النبوي الشريف تدخل عليكم بالصحة والسلام والعافية لجميع الإخوان المسلمين والمسلمات وجميع الدول العربية والإسلامية. اليوم غادي نهضر لكم على الفيديو اللي كنا درنا سابق على قبل على النبتة ديال الصبار اللي كنا كما كتشوفوها وقد الصبار مات، وكنا درنا واحد التجربة أنا ولد العلوة اللي هي ربما تصدق. اللي بغوا الناس يحافظوا على هاد النبتة ديال الصبار اللي بغوا يحافظوا عليها راه سهلة كما كتشوفوا. هاد الدرك اللي هو جاتو هاد الدودة ديال القرموزية اللي هي سالات معاه، وخديت أنا واحد التجربة أنا ولد العلوة وقلنا كنحيو هاد الصبار، وخدينا واحد 4 درجات ولا 5 وكنا غسلناهم في الفيديو السابق، غسلناهم مزيان وغرسناهم وعطاو النتائج، وغادي نوريكم الدرجات كي ولاو. ويلا معنا ان شاء الله تشوفوا الدرجات كي ولاو. تعالوا معنا، مرحبا، زيد نوريكم التجربة كيفاش صدقة تدخل. والتجربة راها اللي بغى يعتني بالصبار يعتني به، اما يدير منه 3 متر ولا يدير 2 متر ولا يدير 4 متر ديال فواحد السطر ويتهلا فيه وغياكل كرايمي هذا العام الجاي ان شاء الله. مرحبا، تعال زين. كما كتشوفوا الاخوان المشاهدين، هاتوا هادو هما كنا غرسناهم، ها هما. واحد الخينه قال لي راه ما يصدقش، قال لي راه كيخمج، وهذاك السيد قال لي خمج. ها النتيجه. دابا هذا الى اعتنينا به وكداويه السيده، هاد السيد اللي ود العلوى اللي كلفتو بهم، قالت لي رد لي من بال كيدير لهم قال لي الصابون البلدي وجابيل، صابون البلدي وجابيل وخلطيه مزيان، وغاداك السراقه ديك السراقه كيقولوا لها الرشاشه ورش عليهم. الحمد لله ما كتشوف الخضره تبارك الله. مخاش الواحد هاد النبته يتخلى عليها، هاد النبته راه كانوا عايشين منها قومان. وهاد المرض انا شاك في هاد المرض مسيبي اليهودي مسيبي علينا ولا اوروبا ولا الله اعلم ولا امريكا. هاد الدرك اللي ما كانش مرض ولا كيمرض هذا. مهم كما كتشوفوا الدريقات دونها ما شاء الله، وغادي مازال غادي نوريكم فيديو اخر باللي غادي يعطيونا النبتات ويعطيونا الثمار ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله لا بقى العمر. وتحياتي لجميع الاخوان وجميع المتتبعين داخل الوطن وخارج الوطن، وما تنساوناش باللايك والاشتراك ودعموا القناه ديال خيره تي في. القناه راه قناه مزابيه، قناه ديال البلاد، اي حاجه كتوقع في البلاد كنوصلوها للمغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.